جريدة كيان يقوم بالمهمة دي بالنيابة عن الناس، يقوم بيها كويس، يقوم بيها باحتراف، يبقى حلت المشكلة لنفسي وحلت المشكلة للآخرين. أكيد من الصعوبات ساعتها إنه طيب هعملها إزاي؟ أنا حتى أهلي ما بيشتغلوش الشغلانة دي، ما لهمش أي علاقة بالكتابة ولا بالصحافة. حل المشكلة جيب من إنه يلا نعمل مجهود، رحت قريت كتب ورحت ذاكرت كويس قوي، لأنه الصحافة الطلابية يعني حاجة لها تاريخ كبير جدا. من أشهر جامعات العالم هي جامعة هارفارد في أمريكا، وهي جامعة قديمة جدا، عندها جريدة طلابية في جامعة هارفارد موجودة من سنة 1873. يعني لو جامعة القاهرة انشأت في سنة 1908، يبقى لما جامعة القاهرة كانت في سنة أولى كان في جريدة طلابية في هارفارد بقالها 35 سنة. على مدار تاريخ انسايدر تقريبا في 3500 فرد كانوا موجودين أعضاء في جريدة انسايدر في الجامعات المختلفة. خلال السنة اللي احنا موجودين فيها في حوالي 700 طالب وطالبة موجودين في الفروع المختلفة في ال 12 جامعة اللي احنا شغالين فيهم في انسايدر. أي طالب في الجامعة يقدر يلتحق بجريدة انسايدر مهما كان التخصص اللي هو بيدرسه، مهما كان السن اللي هو فيه أو السنة الدراسية اللي هو موجود فيها. الحاجة الوحيدة إنه بيقدم على المجال اللي هو عايز يشتغل فيه جوه انسايدر، وبيتعامل معاه مقابلة شخصية. المقابلة الشخصية بنقيس بيها قد إيه الشخص مؤمن بالهدف اللي احنا بنقدمه داخل الجامعة، وبناء عليه بيتم قبوله داخل انسايدر. ما يخص الأمور الفنية احنا بس بيكون يهمنا انه عنده مبادئ العامة، بس في الحقيقة احنا بنتكفل ان احنا نديله التدريبات اللازمة اللي تخليه يقدر يساهم في المنتجات اللي بتطلعها انسايدر بشكل كويس. انسايدر من حيث حجم المحتوى اللي بيصدر عنها وحجم الناس اللي بتشتغل فيها كمتطوعين في الجامعات المختلفة، هي الأكبر بلا منازع في أفريقيا وفي شرق الأوسط.